ازاي ندرس اونلاين وازاي يكون السينما والدراما يعني ليهم منهج خاص للتعليم عن بعد؟ اتفضلي. ايوه، والحقيقه انا كنت ابتديت المشروع ده، قدمته للسيد الوزير فاروق حسني في ديسمبر 99. شوف بقى من امتى، ما كانش في حاجه اسمها تعليم عن بعد في مصر خالص، ولا حد يعرفه اصلا. فكلهم بقى ايه، هتعلمي ازاي، هتعملي ايه؟ قلت لهم اه هعلم. والطلبه نفسهم كانوا بيقولوا لي حضرتك متخيله ان احنا هنفهم حاجه وانت مش واقفه قدامنا؟ قلت لهم اه هتفهموا. فعلشان كده انا بشرح كل حاجه. انا بدرس سيناريو اخراج وتصوير ومونتاج وصوت، كل حاجه بتتشرح بالمالتي ميديا اللي هي العناصر المتعدده، اللي هي الصوره الثابته، الصوره المتحركه، الصوت، النص المكتوب، رسومات الكمبيوتر، كل حاجه مشروحه بالطريقه دي. فالحقيقه الطلبه المناهج موجوده بيذاكروها كل اونلاين، وبيمتحنوا معايا اونلاين، وبيعملوا مشروع التخرج اونلاين. يعني يا استاذه منى، افهم من حضرتك انه يعني الاخراج والمونتاج تحديدا المفروض بيبقى فيهم جزء فعلا عملي، ده بيكون عن طريق جراديويشن بروجكت او مشروع التخرج، صح كده؟ ليكي حق. بص، انت عشان تدرسي فن في جزئين، جزء هو الحرفه او الكرافت، والجزء اللي هو التكنيك او الحرفيه. اذا ما عرفتيش الحرفه اللي هي انا اللي هي بيطلق عليها اللغه السينمائيه، اذا ما عرفتيش اللغه السينمائيه، يبقى انت بتشتغلي مثلا على الادوبي بريمير او الفاينل كات او الكاميرا كده، دي حرفيه، يعني مش عايزه اقول لك يعني مش فنان، مفيش فيها ابداع، مفيش خالص. يعني انا كنت بدرس لولد بيشتغل مونتاج مصري، وامتحن وخد الشهاده وذاكر وكده. فلما رحت عضو لجنه التحكيم في المهرجان هناك الدولي بتاعهم، قال لي يا دكتوره انا ما كنت بحط لقطه جنب الثانيه قبل ما ادرس، كنت بقول يا رب تيجي في عينه، لان انا مش فاهم انا بختار دي ليه ودي ليه. بس انا بعد ما ذاكرت وعرفت، لا انا دلوقتي بختار اللقطه اللي تركب على اللقطه الثانيه، بختار الترانزيشنز اللي بينها، بوقت الترانزيشن، اصل التوقيت الترانزيشن ده له معنى طبعا. فانا بقصد انه اذا الواحد ما درسش اللغه، لان هي دي اللغه اللي انت بتتكلم بيها مع المتفرج.